عملتلك شوية مليسة سلطانة بتهديكي. روحي من وشي، قلتلك ما بدي اشرب شي بلوب. لا تعملي بحالك هيك سلطانة، الله يخليكي. مو مصدقة انه نتزوجوا. مين هي اللي يتزوجها؟ كيف بيعمل فيني هيك؟ ليش؟ ليش يعمل هيك؟ سلطانة هنزادة؟ بابا شو بكي يا حبيبتي؟ ماما بتضلها عم تصرخ وتبكي طول الوقت وأنا خايفة منها. لا تخافي يا روح قلبي. أحمد تعال معي. أنت شو قصتك؟ ليش هيك عم بتساوي؟ أنا اللي جبت لك أولاد، وقفت جنبك بأصعب الظروف. كيف بتتزوج غيري بعد كل هالشي؟ أنا بساوي اللي بشوفه مناسب. ما حبيتني ولا كان إلي أي قيمة عندك. قومي ومسحي دموعك، هالحالة ما بدي شوفها، بالأخص قدام أحمد وهنزادة.